اهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الان نعرض عليكم تردد قناة فرانس 24 الانجليزية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، والعرب سات بدر 4 والهوت بيرت الاوروبي واسترا، وهي تعتبر اهم القنوات الاخبارية التي تحمل الكثير من الاخبار المختلفة حول العالم العربي والاوروبي، وتعد القناة من اهم القنوات الفضائية الفرنسية الإخبارية الدولية، وهي تقدم مجموعة من نشرات الأخبار في كل من السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها، إضافة إلى عدد من البرامج الحوارية باللغة الإنجليزية على مدار 24 ساعة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ويتم بث القناة المجانية دون توقف أو انقطاع، وكذلك من خلال البث المباشر لها. والجدير بالذكر أن قناة فرانس 24 من القنوات الإخبارية المتميزة والتي تقدم جميع الأخبار المتميزة التي يبحث عنها جميع المشاهدين حول العالم، ويتم البحث عنها من بين الكثير من القنوات الإخبارية المتخصصة، وتقوم بتقديم الكثير من البرامج الإخبارية والسياسية والاقتصادية المختلفة والتي يتم بثها باللغة الإنجليزية، لذلك يقوم بمشاهدتها الكثير من الأشخاص والمثقفين حول العالم بأكمله، ويتم العمل على تقديم كل ما هو جديد والمتميز عبر شاشتها، ولذلك يتم البحث عن القناة من بين الكثير من القنوات الإخبارية المتنوعة والتي تقدم جميع الأخبار باللغة الإنجليزية وبشكل عام ومستمر لبثها. ويذكر أن القناة بدأت في بث برامجها عبر برنامج آيفون، حيث أن القناة تمول بميزانية سنوية 80 مليون يورو تقريبا، وتبث القناة من قرب باريس، وتقوم ببث الأخبار الدولية عبر 3 نسخ فرنسية وعربية وإنجليزية، وتضم مجموعة من أفضل المحررين والمقدمين المميزين في المجال الإخباري. تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية 2022. يوجد عدة ترددات، تردد على النايت سات، وترددين على الهوت بيرت، وترددين على العرب سات. التردد الأول على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11977، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة ST. إذن تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية 2022 على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات وهو تردد واحد فقط، التردد 11977، يعني 11977، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة ST. الآن التردد على الهوت بيرت، القمر الصناعي هوت بيرت، التردد 11240، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة ST. إذن التردد على الهوت بيرت 11240، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة ST. الآن التردد الثاني على الهوت بيرت، القمر الصناعي هوت بيرت، 11565، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 29900، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. إذن القمر الصناعي هوت بيرت، التردد 11565، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 29900، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. الآن على العرب سات، الاستقطاب عمودي، التردد 11538، الترميز 22000، التصحيح 5-6، الجودة ST. إذن عرب سات، الاستقطاب عمودي، التردد 11538، الترميز 22300، معامل التصحيح 5-6، الجودة ST. الآن القمر الصناعي عرب سات، 12073، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. إذن القمر الصناعي عرب سات، التردد 12073، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. اسم القناة على قائمة القنوات فرانس 24 إنجليش، وبذلك نكون وفرنا تردد قناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية على النايل سات والهوت بيرت وأسترا وسات بدر 4. وإلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة هذا
ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.